طيب نرجع مصر بقى تاني، وقطع المياه عن 7 مناطق بالجيزه يوم الاحد لمده 12 ساعه، وشركه المياه ميه الشرب والصرف الصحي بالجيزه اعلنت انه هيتم قطع المياه عن بعض المناطق لاجراء اعمال صيانه طارئه وعاجله بمحطه مياه الجيزه لمده 12 ساعه اعتبارا من 8 مساء الحد الموافق 1 اكتوبر 2017 لغايه 8 صباحا اليوم اللي بعديه الموافق 2 اكتوبر 2017. بتشمل المناطق بين السرايات شارع الجامعه، جامعه القاهره، شارع مراد، منطقه ميدان الجيزه، وحي الدقي، وحي العجوزه، وشارع النيل. اذا كان في اي مشكله قبل او بعد كده او محتاجين لاي حاجه نتصل برقم الطوارئ 125، رقم الطوارئ 125.